فاشلة يعني فاشلة فاشلة كلش فاشلة. شو أسولف لك فاشلة؟ لا من مجاري، لا من تبليط، لا من أرصف، لا من كل شيء كل شيء. يعني وإنما منطقة منكوبة، مشاريع كلها توقفت، الخدمات، التبليط، كل شيء ما يشتغل. إحنا بالنسبة لنا كمحافظة صغيرة يعني مو كبيرة، يعني شيء أقل شيء يبين بها الخدمات متردي. نعم، من ناحية الخدمات، البناء، الشوارع، التبليط، شوف جسر الأنوار هذا أبصر الصاعد يروح شوفه. لا خدمات متردية، ماكو خدمات بواسط، ماكو، ضعيفة الخدمات بواسط. أصبح المطالبة بالخدمات أصبحت من المواضيع حتى الاستهلاكية والمملة. مركز مدينة الكوت على عكس الأقضية والنواحي، على عكس حتى أطراف مدينة الكوت، هناك توجه بعدم تقديم الخدمات إلى هاي المنطقة. هسه تحمل بعد سياسي، تحمل بعد آخر، المتضرر الأول والأخير هو المواطن. مشاريع متوقفة، مشاريع تركوها المقاولين، مشاكل مع المقاولين، بالتالي المتحمل هاي الوضعية هو المواطن بهاي المناطق اللي هي مركز مدينة الكوت. نحن خرجنا في ثورة تشرين في 11 أو تبعتها 25 أكتوبر. خروجنا هو طالبنا في إسقاط نظام، والسبب هو كالآتي: بعد أن عجزنا من هذه الحكومات المحلية ووعودهم الكاذبة بموضوع الخدمات، خرجنا لإسقاط هذه المنظومة الفاسدة برمتها. طبعا هناك وعود كثيرة من قبل المسؤولين في المحافظة لإنشاء وإكمال الخدمات، مثلا منها وعود مستشفى التركي، بناء المستشفى التركي، ولحد الآن الأموال لا نعرف إلى أين ذهبت.